دشن وزير الصناعه والتجاره محمد الاشول في العاصمه المؤقته عدن امتحانات المتقدمين لمهنه المحاسب القانوني من حمله الماجستير والبكالوريوس الدفعه الثانيه بالشراكه مع جامعه العلوم والتكنولوجيا، حيث اطلع الوزير خلال جوله بقاعه الامتحان من الهيئه المشرفه على سير الامتحانات وسير العمليه وفق الضوابط المعمول بها على مستوى الجامعات العربيه والدوليه. وفي التدشين الذي حضره مساعد رئيس الجامعة الدكتور منير العبادي، وأكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن تدشين امتحانات المحاسب القانوني الدفعة الثانية من العاصمة المؤقتة عدن للمتقدمين من مختلف المحافظات والبالغ عددهم 130 من حملة البكالوريوس والماجستير سيكون رافدا مهما لسوق العمل، سيما وأن مخرجات الدفعة الأولى رفضت السوق بالعديد من الكوادر المؤهلة لخوض مضمار العمل سواء في المحاكم أو القطاعين العام والخاص. وأوضح الوزير الأشول أن هذه الدورات كان لها الدور الكبير في تأهيل الكوادر التي تستحق أن تنال مهنة المحاسب القانوني. وعقب التدشين طاف الوزير الأشول في أقسام وقاعات الجامعة واطلع على ما تزخر بها من تقنيات وتجهيزات وآلات ومكتبة متكاملة وخدمات متطورة تقدم للطلاب الدارسين وتؤهلهم لسوق العمل على مستوى عال من التقدم العلمي والتكنولوجي. وكان الدكتور منير العبادي والدكتور معمر القطيبي قد قدما للوزير الأشول شرحا مفصلا عن مكونات أقسام الجامعة التي تضم أكثر من 16 تخصصا في مختلف العلوم الإنسانية وما تقوم به الجامعة من تطوير لبنيتها التحتية. هؤلاء الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية، وسيكون رافد لسوق العمل سواء في المحاكم أو في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. مثل هذه الدورات لها دور كبير في تأهيل الكوادر التي تستحق أن تصبح محاسب قانوني. أيضا ندعوهم أن يكون هناك نوع من التكتلات، كل مجموعة يفتحوا مكتب محاسبين قانونيين سيقدموا أيضا الكثير من الاستشارات القانونية، الاستشارات المحاسبية، الاستشارات مختلف المجالات. ندشن هذا اليوم في جامعة العلوم والتكنولوجيا، هذه الجامعة وهذه القلعة العظيمة. من هذا المكان أنا أدعو جميع المستثمرين أن يتجهوا لمثل هذه المجالات ومثل هذه الاستثمارات التي تبني العقول وتبني الأجسام. أيضا نحن اليوم عملنا لفة في جامعة العلوم في كثير من الأقسام والتخصصات، ووجدنا أن هناك إدارة علمية عالية. نتمنى للجامعة التوفيق، ونتمنى كما أشرت أدعو من هنا جميع المستثمرين وأدعو رأس المال الوطني أن يتجه في هذه المجالات، وهي المجالات التعليمية التي تبني الكوادر وأيضا تؤهل الكثير من الكوادر. سوق العمل ما زال محتاج للكثير من هذه الكوادر وهذه الطلبات. جامعة العلوم والتكنولوجيا ترحب وتستقبل وتدعم كذلك أي مجال من المجالات التعليمية. نحن هيأنا لهذه الدورة واستقبلناها وعملنا فيها القاعات المجهزة والمكيفة، ويعني بدورنا كذلك نشكر يعني وزارة الصناعة والتجارة وبالأخص معالي الوزير الذي شرفنا اليوم في زيارته للجامعة وشاف البنية التحتية الموجودة لدى الجامعة، فنشكر ثقتهم في الجامعة ونشكر يعني اختيارهم لجامعة علوم والتكنولوجيا.